بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أم المؤمنين، السلام عليك يا زوجة سيد المرسلين، السلام عليك يا أم فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا أول المؤمنات، السلام عليك يا من أنفقت مالها في نصرة سيد الأنبياء ونصرته ما استطاعت ودافعت عنه الأعداء، السلام عليك يا من سلم عليها جبرائيل وبلغها السلام من الله الجليل، فهنيئا لك بما من فضل، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد.